بنتيجة هذا العدوان ارتقى عشرات الشهداء، وبينهم أطفال ونساء ومدنيون، وأصيب الآلاف بالجراح بجراح مختلفة. ستظهر الأرقام الحقيقية مع الوقت، لأنه في كتير إخوة وفي كتير ناس ممن أصيبوا دخلوا على المستشفى وخرجوا. يعني في ناس محسوبين مش محسوبين، في ناس محسوبين مرتين أو ثلاثة. على كل، مع الوقت ببين العدد، ولكن العدد كبير جدا. العدو يفترض، يعني نجي نحكي بنوايا العدو، هلأ شو صار شي تاني. هو يستهدف مجموعة بيجر، حيجي الوقت نحكي عنها بالتفصيل. يفترض أو يعلم أن عددها يتجاوز 4000 جهاز، وهو يفترض أن 4000 جهاز موزعين على شباب حزب الله، إخوة وأخوات في وحدات ومؤسسات مختلفة. عندما قام بتفجير أجهزة البيجر هذه، يعني هو كان يتعمد، نحكي بالنية بالأول، كان يتعمد قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة. في الحد الأدنى قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة. هذا غير يوم الأربعاء تبع الأجهزة اللاسلكية، عم نحكي بعدنا بس بالبيجر. بمعزل عن عدد الذين يمكن أن يقتلوا في محيطهم بالمستشفى وبالصيدلية وبالسوق وبالبيت وبالسيارة ومشاكل وبالطريق. هذه نية العدو، وهذا مستوى الإجرام الذي أقدم عليه. ثم في اليوم الثاني أيضا كانت نيته قتل الآلاف ممن يحملون الجهاز اللاسلكي أو يستفيدون منه. طيب إذا ما منقول آلاف، خلينا نقول 1000، لأنه في مئات الجرحى وعشرات الشهداء أيضا يوم أمس. طيب إذا بدنا نختصر العدد ونقلله كمان، منقول على مدى يومين وفي دقيقة واحدة يوم الثلاثاء وفي دقيقة واحدة يوم الأربعاء، كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل ما لا يقل عن 5000 إنسان في دقيقتين، وبدون اكتراث لأي ضابطة، وما عنده مشكلة وين بيقتلوا وكيف بيقتلوا. وسيأخذ بعين الاعتبار أيضا أنه حتى لو أصيبوا بالجراح، حالة الإرباك التي ستسود، قدرة المستشفيات على استيعاب هؤلاء الجرحى، فإن كثيرا من هؤلاء الجرحى سيموتون. ماذا يمكن أن نسمي هذا العمل الإجرامي؟ هو عملية إرهابية كبرى، هو إبادة جماعية، هو مجزرة. نحن سنتبنى مصطلح مجزرة الثلاثاء ومجزرة الأربعاء، أو مجزرتي الثلاثاء والأربعاء، لتضاف إلى مجازر العدو الكبرى في مجمل الصراع القائم مع هذا العدو منذ تأسيس، منذ إيجاد هذه الغدة السرطانية في منطقتنا، وهذا الشر المطلق في منطقتنا. إبادة جماعية، عدوان كبير على لبنان وشعبه ومقاومته وسيادته وأمنه، جرائم حرب أو إعلان حرب، يمكن أن تسميها أي شيء، وتستحق وبتلبس تحمل أنك تسميها أي شيء. طبعا هذه كانت نية العدو. الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة وبلطفه وكرمه سلم كثيرا ودفع الكثير من البلاء، دفع الكثير من البلاء. ليه؟ لأنه من جهة كثير من هذه الإصابات كانت طفيفة وكان يمكن أن يكونوا في عداد الشهداء. عدد من هذه البيجرات كانت خارج الخدمة، يعني مطفية، أو بعضها كان بعيدا عن الإخوة، وبعضها لم يوزع أساسا. ما له علاقة بنية العدو،
نية العدو كما قلت. الله سبحانه وتعالى بعنايته ورحمته ولطفه وأيضا الجهود البشرية التي بدأنا بشكرها، ما في شك اللهفة اللي شفناها من الناس، من ترك جرحى بالأرض، من ترك جرحى بالطرقات، الإسعافات، الدفاع المدني، جمعيات الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، الهيئات الصحية، الكشاف، الناس، لهفة الناس، حضور الناس، تعاون الجميع، الجيش، الأجهزة الأمنية، الطرقات، المستشفيات، الأطباء، على كل هذا كله ضيع تحقيق هذا الهدف بالنسبة للعدو، ضيع تحقيق هذا الهدف بنسبة كبيرة. يعني إذا قلنا أحد أهداف ما جرى يوم الثلاثاء والأربعاء كان قتل 5000 إنسان بنعمة الله ولطفه وبالجهود البشرية المخلصة الصادقة والهمة العالية والغيرة والحمية والحضور الكبير لفئات ومجتمعات فئات شعبنا المختلفة، الرسمي والشعبي، تم تعطيل جزء كبير من هذا الهدف. أما ما حصل، كيف حصل وما حصل؟ نحن شكلنا لجان تحقيق داخلية متعددة، فنية وتقنية وأمنية، وندرس كل السيناريوهات والاحتمالات والفرضيات. في موضوع التفجيرات وصلنا إلى نتيجة شبه قطعية، ولكننا ما زلنا نحتاج إلى بعض الوقت للتأكد من هذه النتيجة. لكن مجمل هذا الملف هو قيد تحقيق والمتابعة الدقيقة، سواء من الشركة التي باعت إلى التصنيع، إلى النقل، إلى الوصول إلى لبنان، إلى الإجراءات هنا في لبنان، إلى التوزيع، إلى يعني من المنتج إلى المستهلك، إلى لحظة التفجير. هذا كله سنصل فيه خلال وقت قصير إن شاء الله إلى نتائج واضحة ويقينية، ويبنى حينئذ على الشيء مقتضاه. لن أدخل الآن ولن أعجل وأدخل الآن في هذا الجانب الفني والتقني، لأنه يوجد تحليلات واحتمالات ونظريات، فلننتظر قليلا لنصل إلى ما هو يقيني وأكيد. لكن لا شك، نحن ناس واقعيين ولا نكابر، لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى، غير مسبوقة في تاريخ لبنان، يعني هذا المستوى من العدوان، وقد يكون غير مسبوق في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي على مستوى كل المنطقة، وقد يكون غير مسبوق في العالم هذا النوع من القتل ومن الاستهداف ومن الجريمة، يعني استخدام بيجرات حاملين الناس أو أجهزة لاسلكي وتفجيرها بهم بمعزل عن المحيط الذي يتواجدون فيه.